ارفع همامك. اخ شريف، الحكومة حكومة كافرة فاسخة وداعرة. يعني انت معانا؟ طبعا معاكم. مستعد تنفذ كل اللي هنقول لك عليه؟ رقبتي انا من ايدكم دي لايدكم دي. يعني مش خايف من الحكومة؟ انا ما خافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. قلبك عامر بالايمان. لا اله الا الله وحسبي الله ونعم الوكيل. اخ شريف. ايوه. جت اللحظة اللي القدر اختارك ليها عشان تقدم اكبر خدمة للأمة الإسلامية كلها. طبعا طبعا. ايه اللي بيلفوح حوالين وسط ده؟ هذا حزام ناسف. حزام ايه؟ ناسف. ناسف ناسف يعني؟ احنا واثقين من ايمانك، متأكدين انك مش هتتردد انك تضحي بروحك من اجل الأمة الإسلامية كلها، والشهادة هي المكافأة الكبرى التي ستنالها بمشيئة الله. انت مكانك مش هنا. امال فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق مع الشهداء. وانتوا هتقعدوا هنا تحت وانا هطلع فوق لوحدي؟ ايوه. طب ما تطلع انتوا فوق وانا استناكوا هنا تحت. هذا قدرك. الحزام ده هينفجر بعد ساعة من دلوقتي بالظبط، وانت عارف هينفجر فين. فين؟ في العمارة كلها بما فيها سفارة الخنازير والقردة. وانا كمان في العمارة. ايوه. بس خلي بالك، اي محاولة منك عشان تفك الحزام هينفجر فيك لوحدك ويضيع عليك الاجر والثواب. توكل على الله فهو حسبك ونعم المصير. ونعم المصير.